السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكت من قناة كباكت تي في. نادي القرن يا اسطى، الاهلي. طبعا صفحة الاهلي على الفيسبوك كتبت: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. كاتب التاريخ اصلا ده ميت بقاله كتير، ما علينا. الكابتن محمود الخطيب يتسلم جائزة نادي القرن في افريقيا والاكثر تتويجا بالبطولات في الشرق الاوسط. وبيب بيب اهلاوي، وبيب بيب اهلاوي، بيب بيب اهلاوي، عشان الزملكاويه اللي بيخش يتريقوا ويقول له: انت بيب بيب، انت بيب بيب، انا بيب بيب، انت ايه؟ انا بيب بيب ونادي القرن، اخش لك نادي القرن، انت ايه؟ انا بيب بيب ونادي القرن يا اسطى، انت ايه؟ انت اخرك تعيط. بلاش بقى ندخل شيكابالا في النص، ولكن انا بيب بيب ونادي القرن، انت ايه؟ لا ده انا مستفز، انا ممكن استفزك، انا ممكن ادخل لك بمناخيري. حاسب انا مستفز، انا اهلاوي مستفز وراخي. بيب بيب اهلي، بيب بيب اهلي، انت ايه؟ انا بيب بيب اهلي، انت ايه؟ اقول لك انت ايه؟ طبعا عشان في زملكاويه حبايبي متابعيني وبيحبوني، فطبعا كل الحب وكل الدعم للزملكاويه. ويعني انا طبعا بكلم الناس اللي هم شتموني عشان انا اهلاوي، بس مش بكلم كل الزملكاويه بس، ولا للعنصريه ولا للتعصب ولا اللي هم بيقولوا عليها اي حاجه، لا كل حاجه وحشه، ولكن ما تغلطش فيا. صح. خطيب بيبو ابويا زملكاوي كبير بيعشق الزمالك، وهو اللي خلاني اطلع اهلاوي، فبيعشق حاجه اسمها الخطيب، بيعشق حاجه اسمها الخطيب، بيعشق حاجه اسمها الخطيب. سلام.